تم تسخير 2116 تاجر للمداومة خلال عيد الفطر المبارك لتوفير مختلف المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك لمتابعة هذا البرنامج المخصص لمداومة التجار خلال عيد الفطر المبارك. تم تسخير 66 عون رقابة عبر مختلف أحياء وبلديات الولاية لرفع أي خلل أو تذبذب في التمويل عبر بلديات الولاية. مناسبة عيد الفطر المبارك وتطبيقا للمداومة للمعنيين بها إن شاء الله رايحين نوفروا مدخل خبز للمواطن بإذن الله. اليوم رانا سلمنا تسخيرة المداومة بمناسبة عيد الفطر ورانا واجدين بربي إن شاء الله اليوم الأول والثاني والثالث.